في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس يا جماعة كان ليه عبارة شهيرة جدا بتقول في كل حياة واحد فينا وهم كبير اسمه الحب الأول، والجملة دي كانت في مقدمة روايته الجميلة الوسادة الخالية اللي اتعملت فيلم معروف بطولة عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز. زميلنا عبد العزيز بقى يا جماعة لا يؤمن بنظرية إحسان عبد القدوس، ورغم أنه كان زوج قديم وأب مثالي إلا أنه دايما بيدافع عن الحب الأول، حب بنت الجيران وزميلة المدرسة أو الجامعة، وبيعتبر نفسه في الشركة آخر الرومانسيين المحترمين. الحب الأول يا عيني، يا الحب الأول، هو في أحلى من الحب الأول؟ أنت ما قريتش قصيدة عمك أبو تمام اللي بيقولك فيها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي؟ ده حب البراءة والصيبة يا معلم، حب كده بدون شروط، شلال مشاعر مش في الحسبان، تلاقيها كده هجمت عليك بدون استئذان، كده حب صافي ومن القلب للقلب رسول. مالك انت بقى عزول، قول مهما تقول. بس معظم قصص حب الطفولة والشباب ما بتكملش يا زيزو، تبقى عاملة كده زي سحابة الصيف، شوية وتروح، وغالبا بتنتهي أول ما بنت الجيران إما تعزل أو تتخرج من الجامعة أو يتقدم لها العريس الجاهز. قصة الحب اللي بجد هي اللي بتكمل بالجواز. يا مطرب العواطف يا خفيف، ما انت أصلك إنسان كلاسيكي تقليدي ودقة قديمة من بتوع أفلام زمان اللي لازم تنتهي نهاية سعيدة. قصص الحب العظيمة هي اللي ما بتنتهيش بالجواز يا أستاذ، من أول حسن ونعيمة وغت الكاميليا لغاية روميو وجولييت، هي دي قصص الحب اللي خلدها التاريخ يا عدو الحب. عمرك سمعت عن اتنين متجوزين دخلوا التاريخ؟ أيوة، قصص الحب الخالدة هي اللي بتنتهي كلها بالانتحار يا بالقتل. يا راجل عيش الواقع بقى، ده انت راجل متجوز وبتحب ست الكمة الأم عبرها دي وعايز سعيد ومبسوط، والست أيدالك صوابها على 10 شمع عشانك انت وابنك، حب أول ايه يا راجل اللي انت جاي تقول عليه؟ ما انا بحاول اشرح لك وفهمك من الصبح، الحب الأول حاجة والجواز حاجة تانية، ده حمادة والتاني حمادة تاني خالص. ما سمعتش الست أم كلثوم وهي بتقول لك يا رب تفضل حلاوة سلام أول لقى في ايدينا؟ أشرح حالك تاني، الست قالت ايه؟ حلاوة أول لقى، ما قالتش تاني لقى ولا آخر لقى، فهمت بقى ولا أقول تاني عشان البي يفهم إيه معنى أول لقى؟ طيب يا أستاذ حنين مال الهوى، إيه رأيك بقى في اللي بيتجوزوا جواز صالونات وبعد كده بيعيشوا مع بعض أجمل اللحظات في حياتهم؟ الحب الناضج، حب العقل والقلب اللي بيدوم العمر كله وبيقوى بالعشرة والونس والسكن وبخلفة الأولاد، ده مش حب برضه يا متعلم يا بتاع المدارس، ولا لازم يكون حب المراهقة الملاهل بتاع الوسادة الخالية وسميحة وصلاح وقفل التليفون، لا اقفل انت الأول، الحب اللي بيشعل بسرعة عايز أقولك بيطفي بسرعة. أفضل كده أقول طور تقول احلبوه يا سيدي؟ بقولك الحب الأول ما بيكونش وهم زي ما عمنا إحسان عبد القدس بيقول، لا بيكون حب حقيقي، والله والله حب حقيقي، عشان كده ما بيتنسيش وبيفضل معشش في النخشيش حتى لو اتجوزت بعد كده إن شاء الله تتجوز مارلين مونرو. على فكرة مارلين مونرو ماتت وشبه تموت، وأكيد لو كانت فكرت تتجوز حد من مصر ما كانتش هتختار بالذات غير عبد العزيز عبد الحق الموظف بقسم المشتريات القاطن في شقف 5 شارع فيصل بجوار مكواج العائلات. ماشي الله يسامحك يا عمر، ابتر يا سيدي انا مش هرد عليك، انا هخلي الست هي اللي تفحمك. يلي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه، قلت عليه مش عارف ايه،
العيب فيكم يا اصحاب عيبكم. شفت؟ قلت لهاش انا حاجه ام كلثوم هي اللي قالت العيب في مين؟ فيكم يا اصحاب عيبكم. ها بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاها ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمه ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.